على من ستبلغ نهاية البكاء؟ أيها المنفي، أيها المنفي، يا أنا، يا عصف الشعر المعجون بنار دمي. النملة، النملة تعرف أي الطرق ستمشيها، وتسعى ملء الأرض مثابرة كي تبلغ مسعاها. هل تستطيع أنت أن تحدد لحظة القذيفة القادمة؟ على من ستبلغ نهاية البكاء؟ على من ستبلغ نهاية البكاء؟ اكتب، اكتب للحصى تحت أقدامك بالعرق السيالي من خوف الموت بعمرك. اكتب، اكتب فوق حرير الأرض جثثا لا يحويها قبر، قبر خلف وظيفته على باب الوطن، علق نفسه على نجمة منطفئة خرجت من مشنقة الشمس، فسالت الألوان جميعها على قلبي، صار اللون أبيض. أهو الكفن، أهو الكفن، اليمام يبني أعشاشه في محار الموسيقى الجنائزية لبيتهوفن. تفحمت أطرافي، تفحمت أطرافي تحت حذاء الجنرال الثلج. أي الكتب سأقرأه على روحي عند مهاجرة الجسد؟ وأي سطرين سأحفظهما عن ظهر قلب للعباس بن الأحنف؟ وهل سيباويه سيعطيني أجر استعمالي لكلمات غريبة عن رطانته آخر اليوم، كي أطعم أبنائي خبزا، خبزا أم حبرا، حبرا أم دمعا، دمعا أسود أم قهرا، قهرا أم موتا، موتا أم جحيما، أم حبة من ذرة صفراء لقاء لتر من دمي؟ كل شيء للبيع هنا، حجارة الأنبياء، مومياوات الصحابة، قبر علي، ماء الفرات، دمع الصحابيات الجليلات، ثياب الحسين، ذو الفقار، اسقطي يا تماثيل، يا حضارات، يا تواريخ، منذ الحجاج بن يوسف، وكل منا يحمل رأسه فوق يديه منتظرا ميعاد الذبح. الآن تكتب أبجدية أخرى لتحدد شكلا آخر لصحراء الوجع العربي.